نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. أفاد الإعلام الحربي بأن الجيش السوري استعاد السيطرة على تلتي صنوبرات والمحروقات وعلى قرية العمارة في ريف حلب الجنوبي إثر اشتباكات مع مجموعات جيش الفتح. مراسلنا كان قد أفاد بأن الجيش السوري استعاد السيطرة على تلتي بازو ومعمل الزيوت في الجبهة الجنوبية الغربية لحلب، كما أكد مقتل نائب المسؤول العسكري لقطاع ريف حلب الجنوبي في أحرار الشام مع 8 مسلحين بنيران الجيش. ومن حلب ينضم إلينا مراسل الميادين رضا الباشا. رضا، ما هي آخر التطورات العسكرية في ريف حلب الجنوبي؟ نعم الحنفالة، ما تزال المعارك مستمرة على جبهة ريف حلب الجنوبي والجبهة الجنوبية الغربية لمدينة حلب، طبعا بعد التقدم الأخير للجيش السوري سواء على تلة الصنوبرات أو تلة أو قرية العامرية وتلة المحروقات. يعني أن الجيش السوري بدأ يتقدم من أجل استعادة النقاط التي سقطت قبل يومين أو مع بدء هجوم الجماعات المسلحة على جبهة الجيش السوري من الجهة الجنوبية الغربية لمدينة حلب. هذا التقدم من جهة الجنوب يتجه الجيش السوري باتجاه الشمال باتجاه مدرسة الحكمة وقرية الشرفة التي سقطت يوم البارحة وسيطرت عليها الجماعات المسلحة، ولكن إلى الآن يمكن التأكيد بأن الجبهة باتت تقريبا شبه مستقرة. الجيش السوري تمكن من تثبيت نقاط دفاعه في مواجهة الجماعات المسلحة التي تقدمت باتجاه قرية الشرفة. من اتجاه قرية الشرفة حاليا نقاط الاشتباك باتت هي كلية التسليح والفنية الجوية الواقعة بالقرب من طريق الراموسة. تحاول الجماعات المسلحة أن تتقدم إلى هذه المنطقة، إلى الآن فشلت في ذلك. يمكن التأكيد أيضا بأن الطريق المؤدية إلى مدينة حلب بقى مفتوحا اليوم، تمكنت السيارات صباحا من الوصول والدخول إلى مدينة حلب والخروج طبعا منها بطبيعة الحال. الجيش السوري مساء يوم البارحة عمل على إغلاق الطريق لأن القناص وإضافة لاستهداف الطريق بقذائف الهاون والصوانات الغاز المتفجرة، فعمل الجيش السوري على إغلاقه أمام خروج المدنيين من مدينة حلب تجنبا لإصابتهم طبعا برصاص القناص والقذائف التي تستهدف هذا الطريق. يعني ولكن داخل المدينة القول بأن الجيش السوري، نعم رضا، داخل مدينة حلب الآن يمكن القول بأنه الأوضاع هادئة. داخل مدينة حلب فعلا الأوضاع هادئة. الجماعات المسلحة تتحدث أنها ستبدأ المرحلة الثالثة من هجومها الذي كانت قد بدأته أول من أمس، طبعا هذا في سياق الحديث. الجيش السوري يتحدث، تؤكد المصادر الميدانية بأنه تمكن من تثبيت نقاط الدفاع ويعمل حاليا على استرجاع النقاط التي سقطت مع بداية المرحلة الأولى والمرحلة الثانية للعملية العسكرية التي أطلقت عليها الجماعات المسلحة ملحمة حلب الكبرى. طبعا النقاط المتبقية بيد الجماعات المسلحة هي مدرسة الحكمة إضافة إلى بعض المباني في القسم الغربي من مشروع 1070 شقة، إضافة إلى قرية المشرفة والتلة المطلة على كلية التسليح والفنية الجوية الواقعة في مدخل حلب من جهة الراموسة. ولكن بشكل عام الأوضاع حاليا في مدينة حلب يمكن التأكيد بأنها هادئة مع تقدم في بعض النقاط للجيش السوري. طيب الجيش الروسي هل بدأ بتكثيف غاراته الجوية عقب إسقاط المروحية الروسية؟ طبعا إلى الآن لم يبدأ تكثيف الغارات الجوية، ولكن لابد أن نشير بأن الطيران الروسي مساء يوم البارحة كان من المقرر أن تقوم الجماعات المسلحة بهجوم واسع يستهدف حلب الجديدة ضاحية الأسد وصولا إلى حي الحمدانية ومشروع 3000 شقة. كان مقرر أن تقوم الجماعات المسلحة بهذه العملية العسكرية، ولكن بفعل غارات الطيران الروسي والسوري على الجبهة الغربية تمكن من تدمير النواة الأساسية للهجوم الذي كان مقررا وأفشل الهجوم قبل أن يبدأ. تمكن سلاح الطيران من تدمير 3 أرتال للجماعات المسلحة كانت متجهة من ريف حلب الغربي باتجاه نقاط التماس في جبهة حلب الغربية، مما أدى إلى إفشال هذا الهجوم. أما فيما يتعلق بتكثيف الغارات الجوية على المناطق التي سقطت بها المروحية، إلى الآن لم يدخل تهديد الطيران الروسي حيز التنفيذ. ينتظر الساعات القادمة إن كانت الجماعات المسلحة ستسلم جثامين الطيران الروس الذين قضوا في حادثة سقوط الطائرة أم لا. طبعا ننتظر هذه الساعات لنرى ماذا سيحدث. شكرا جزيلا لك رضا الباشا مراسل ميادين، كنت معنا من حلب.
إلى ذلك أفادت مراسلة الميادين في سوريا بأن داعش فجر 5 سيارات مفخخة لمنع تقدم قوات سوريا الديمقراطية في حيي الغسانية والشيخ عقيل في منبج شمال شرق حلب. يأتي ذلك فيما تستمر المعارك في هذه المدينة بين هذه القوات وداعش. إلى ذلك طالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري روسيا بعدم تنفيذ ما سماها عمليات هجومية في سوريا وبأن تمنع الحكومة السورية من فعل ذلك أيضا، وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بخيبة الأمل لحلول أغسطس آب من دون انتقال سياسي في سوريا، قال كيري إن الموعد حدد في وقت سابق عندما كانت هناك آمال بتماسك المحادثات السياسية وتراجع العنف. من الضروري على نحو واضح أن تمنع روسيا نفسها ونظام الأسد من تنفيذ عمليات هجومية، مثلما هي مسؤوليتنا أن نمنع المعارضة من الدخول في تلك العمليات. وهذه أيام مهمة في تحديد ما إذا كانت روسيا ونظام الأسد سيرتقيان إلى مستوى جهود إنهاء العنف واستئناف محادثات السلام. من جهته أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن الأمم المتحدة قلقة من استمرار المعارك في حلب ومحاصرة آلاف المدنيين فيها، وأضاف أن المنظمة الدولية حثت جميع الأطراف على السماح بتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق. الأمم المتحدة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء حصار نحو 275 ألف شخص في حلب. التقارير تشير إلى أن القتال العنيف استمر في الأيام الأخيرة. الأمم المتحدة تدعو جميع أطراف النزاع إلى السماح بوصول آمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية بما يتماشى مع القانون الإنساني والدولي. وزعت وكالة الفرات التابعة لداعش شريطا دعائيا حصلت الميادين على نسخة منه، ومن دون الوقوع في فخ الترويج لداعش تظهر بعض مقاطع الشريط للمرة الأولى ضباطا وعناصر استخبارات أمريكيين وهم يدربون جيش سوريا الجديد إعلاميا وعسكريا. تقرير ديما نصيف. جيش سوريا الجديد في البادية الأردنية وفي رعاية المخابرات الأمريكية مباشرة، من التسليح والتدريب على القتال حتى تلقين قائده مهند الطلاع ألف باء التحدث أمام الكاميرات تمهيدا لاقتحام معقل داعش في البوكمال شرق سوريا. أنت يعني ذكر التعاون مع التحالف الدولي، أحسن شيء نحن شريك التحالف الدولي على الأرض السورية، تمام؟ أنت الشريك، تمام؟ فهذا يعني هذا جيد بالنسبة للجماهير في المجتمع الدولي. أندرو أكسوم نائب مدير برنامج البنتاغون لتدريب المعارضة السورية بنفسه إلى جانب خزعل السرحان الآتي إلى جيش سوريا الجديد من جماعة الأصالة والتنمية السلفية الجهادية. أكسوم أشرف على إملاء تعليمات السرحان لمخبرين له في البوكمال، مهمتهم نشر الفوضى عشية انطلاق عمليات القصف والاقتحام قبل شهر. وشوف لشباب منها الطيبة من شان التجيش، هسه شغلنا إعلامي، ما نريد غير الإعلام فقط. أنا المقدم مهند أحمد طلاع. الطلاع رغم الإعداد والتدريب وربما مشاركة الأمريكيين في الهجوم على البوكمال سيعود مع قلة من جنوده أحياء. الاختبار الأول لجيشه الأمريكي انتهى إلى مجزرة بعد إنزال جوي أمريكي في مطار الحمدان. جواسيس أندرو أكسوم وخزعل السرحان بحسب داعش ليسوا أفضل مصيرا أعدمهم التنظيم قبل معركة البوكمال. العشائر لم تصدق لا أكسوم ولا السرحان ولم تتحرك لنصرة المهاجمين. البوكمال لم يتغير مزاجها منذ القصف الأمريكي لها خلال الجهاد العراقي. إشراك الكوادر الاستخبارية مباشرة لم ينقذ البرنامج الأمريكي من الفشل، فقبل جيش سوريا الجديد حاول الأمريكيون بناء وتسليح وتدريب 15 مجموعة من بينها جبهة ثوار سوريا وحركة حزم، وانتهت كلها بتسليم أسلحتها إلى النصرة وتصفيتها.
التلقين الإعلامي الأمريكي لن يغير شيئا في مصداقية مهند الطلاع الذي لن يجد من سيستقبله أو يقبله في البوكمال، ومع ذلك البرنامج لم يتوقف ولا يزال البنتاغون يواصل إنفاق ملايين الدولارات في البحث عن فصائل معارضة معتدلة تائهة بين البادية السورية والأردنية. ديما ناصيف، دمشق، الميادين. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسومة رقم 246 لعام 2016 القاضي بمنح دورة إضافية واحدة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين رسبوا في أي مقرر بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2015-2016 ومنح عام استثنائي في العام الدراسي 2016-2017 لطلاب المرحلة الجامعية الأولى الذين استنفذوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو من خارجها، ومنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبين أو المنقولين في العام الدراسي 2015-2016 دورة امتحانية إضافية، ومنح طلاب درجة الماجستير المسجلين في سنوات المقررات الراسبين أو المنقولين بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2015-2016 دورة امتحانية واحدة في العام الدراسي 2016-2017. كل عام وانتم بخير، لكل جندي، لكل صف ضابط وضابط، لكل بوط عسكري أحييه، والله يحمي لنا الجيش العربي السوري بقيادة سيادة الرئيس بشار الأسد. كل عام وهو بخير، وأي الله ينصره وينصر رئيسنا ويخلي لنا الجيش. الله ينصره ويأيده يا رب ويوفقه ويرفع بإيده. نتمنى الجيش العربي السوري كل خير، وما نطلب منهم غير نحميهم ويحمونا إن شاء الله. إن شاء الله منكون كلياتنا إيد واحدة. إلى أخبار الميدان، حيث أكد مصدر عسكري أن وحدة من قواتنا المسلحة تصدت لمحاولات مجموعات إرهابية الاعتداء على محطة زارة وعدد من النقاط العسكرية المدافعة عنها بريف حماة وقضت على أعداد منهم ودمرت آلياتهم، فيما قضى سلاح الجو في الجيش العربي السوري على عدد من إرهابي داعش شمال المفكر الشرقي بريف حماة. وفي السياق نفسه، وجهت وحدة من الجيش رمايات نارية مكثفة على تجمعات وبؤر للتنظيمات الإرهابية في مزارع النخلة بمنطقة درع البلد. وفي الريف الجنوبي الغربي لمدينة حلب أقرت التنظيمات الإرهابية بمقتل العشرات من أفرادها وتكبدها خسائر فادحة بالعتاد خلال الساعات القليلة الماضية. عشرات العائلات من الأحياء الشرقية لحلب تخرج عبر ممر الشيخ سعيد جنوب المدينة، فيما سلم عدد من المسلحين أنفسهم وأسلحتهم لتسوية أوضاعهم بموجب مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016. حضن الوطن مفتوح للجميع، وهذه الأوامر الصادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة والسيد الرئيس والعفو العام الذي أطلقه مؤخراً، لأنه سوريا وحضن سوريا يسع كافة كل المواطنين. بعد أن أنهت محافظة حلب كافة الإجراءات المناسبة لاستقبال الأهالي القادمين من أحياء حلب الشرقية والتي تمارس عليها المجموعات الإرهابية المسلحة الضغط ومنعهم من الخروج بالقوة، مجموعة جديدة من العائلات خرجت عبر معبر الشيخ سعيد والذي قامت محافظة حلب بتجهيزه لتأمين عبور آمن للمواطنين الوافدين، بالإضافة إلى المسلحين الراغبين بإلقاء أسلحتهم مستفيدين من مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس. ولا في أكل ولا في شيء مزلة، جينا حضن الوطن. الله ينتقم منهم، الله يحصي عددهم ويقتل بددهم ولا يبغى منهم أحدهم. حرام قلوبنا، خذوا لي ابن جوزي
الله ينتقم منهم حرقهم قلب ان شاء الله يحرق قلبهم ان شاء الله وقلب امهاتهم والله الظالم الله الظالم الله الظالم ان شاء الله سيئه ميكن ميكن وطلع طالعهم وجوزي عاجز وحالتنا حالات سيئه ميكن ميكن خرب بيوت ايش بدي احكي لك احكي لك ايش بدي اقول لك ايش بدي اقول لك يعني ايش بدي اقول لك قتلوا لي ابني حرقوا قلبي وبلاغي قلبي حرقوا الله يحرق قلبهم ان شاء الله الله ينصركم الله يقويكم والله بغسوه بغسوه والله ان شاء الله ينصر هالجيش وينصركم يوزعوا الاكل لبعضهم ويعرفونا نحن جوعانين الله لا يسامحهم الله ينصر الجيش الله يطول بعمركم يا رب سياره اسعاف مجهزه من طاقم كامل مع اجهزتها كامله لاستقبال اخواننا النازحين من المنطقة الشرقية كلفنا بنشوف المرضى ايش عم بيجينا مرضى اللي بده علاج هون عم نحاول نعالجه واللي ما عم نقدر عم نحوله معنا بالسيارة لأقرب مشفى عنا بحلب محافظة حلب مستمرة في استقبال الأهالي القادمين من أحياء حلب الشرقية هربا من بطش المجموعات الإرهابية المسلحة في خطوة لإعادة لم شمل أبناء الوطن معا لإعادة البناء والإعمار فؤاد أزمرلي لأخبار التلفزيون حلب في إطار المصالحات المحلية والاستفادة من مرسوم العفو الأخير تمت تسوية أوضاع العديد من المطلوبين في درعا وريفها قامت الجهات المختصة بتسوية أوضاع 400 شخص من مختلف مناطق درعا وريفها للعودة للاندماج في المحيط الاجتماعي وممارسة الحياة اليومية الطبيعية وعمدت المجموعات الإرهابية إلى اختطاف أحد مسؤولي المصالحة في بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي و14 مسلحا من الغارية الشرقية كانوا متوجهين إلى مدينة درعا ومنعتهم من تسليم أنفسهم وتسوية أوضاعهم نحن بنرفع راسنا بجيشنا العربي السوري اللي عم يسطر ملحمة بالتاريخ سيذكرها الأجيال القادمة سيقرأوا عن الجيش السوري ماذا فعل سيقرأوا المعجزة التي حققها الجيش العربي السوري إن شاء الله النصر لبلدنا والله يحمينا جيشنا والرحمة للشهداء قل له الله ينصره على أعدائه وعلى هذا الإرهاب وإن شاء الله البلد بتكون في أمان أهل الجيش العربي السوري بمناسبة عيد الجيش وإن شاء الله العيد الجاي يكون داحر الإرهاب وكل عام والجيش العربي السوري بخير الحكومة تلغي في جلستها برئاسة المهندس عماد خميس بعض المجالس العليا والخاصة وتقرر إعادة النظر بالمجالس العليا المشتركة مع بعض دول العالم بهدف تطوير الهيكلية الإدارية في مؤسسة مجلس الوزراء والهيئات التابعة لها ونقل صلاحيات المجالس العليا إلى الوزارات المعنية ركز اجتماع الحكومة على إعادة النظر في هيكلية المجلس الوطني للإعلام ومنح المجلس الأعلى للسياحة مهلة زمنية حتى نهاية العام الحالي لتنظيم وترتيب الملفات التي يقوم بدراستها وتقييمها الحكومة قررت إلغاء كل من المجلس الصحي والمجلس الأعلى للدفاع المدني والمجلس الأعلى للهيئة العليا للبحث العلمي والمجلس الأعلى للاستثمار والمجلس السوري للمعادن والصلب وتوسعت حلقة المناقشات للبحث في وضع المجالس العليا المشتركة لسوريا مع بعض الدول العالم حيث قررت الحكومة إعادة النظر بعمل مجلس التعاون الاستراتيجي السوري الليبي والمجلس الاستراتيجي السوري التركي وبهدف المتابعة والوقوف على النتائج قيمت الحكومة الزيارات الميدانية الأخيرة للوزراء على المحافظات واطلاعهم على الواقع الخدمي والاجتماعي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بالتزامن مع منح بعض التفويضات للوزراء للتخفيف من الروتين ووافقت الحكومة على مشروع المرسوم التشريعي الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين بهدف تطوير عمل الوزارة وتعزيز العمل المؤسساتي ورفع كفاءات الكوادر العاملة في المجال الدبلوماسي والإداري والمالي وتضمن مشروع المرسوم آليات جديدة لتفعيل الدور الأكاديمي للمعهد الدبلوماسي ووضع أسس وضوابط لتعيين ونقل العاملين الدبلوماسيين والإداريين إلى البعثات الخارجية
وفق معايير يتم تقييمها بشكل دوري. الحكومة وافقت على مشروع المرسوم التشريعي المتضمن تحديد الرسوم على الأعمال القنصلية المترتبة على المواطنين السوريين ومن في حكمهم والمقيمين خارج سوريا. جلسة موسعة للحكومة قيمت فيها الزيارات الميدانية التي قام بها بعض الوزراء، إضافة إلى مناقشة مشروعات مراسيم وقوانين وقرارات بمنح تفويضات للوزراء، تفويضات ستحملهم مسؤولية أكبر، والهدف هو التخفيف من الروتين والسرعة في إنجاز قضايا المواطنين. بلال معروف، التلفزيون العربي السوري، مجلس الوزراء. خلال مشاركته حفلا لتكريم 66 أسرة شهيد في حلب، الأمين القطري المساعد للحزب المهندس هلال الهلال يؤكد أن تضحيات الجيش العربي السوري كفيلة بتحقيق النصر ودحر الإرهابيين وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع ربوع الوطن. تكريما للشهداء الذين جادوا بأرواحهم من أجل أن تبقى سوريا عزيزة شامخة، وفي يوم عيد الجيش وبحضور الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال، كرم فرع الحزب في جامعة حلب أسر شهداء الجامعة وأكاديمية الأسد للهندسة العسكرية. بدم شهداء واستبسال بواسل الجيش ستبقى سوريا هذه الوحدة الوطنية الأبية قوية منيعة، وتحية لبواسل الجيش ولروح الشهداء الأبرار. عندما نكرم الشهيد فسيكون الجند الذي يقاتل في أمان وفي اطمئنان من حيث نفسه، فهو عند ربه حي يرزق، ومن حيث أهله فهنالك من يتولى هؤلاء الأهل بأمانة ورعاية وفضل وكرم. سنبقى في لجنة أسر الشهداء دوما معاهدين القائد على الالتزام بتوجيهاته برعاية أسر الشهداء وتقديم كل ما يمكن من الجامعة في سبيل هؤلاء الناس الأطار. العلم ومحبة الشعب بالدرجة الأولى، والإيمان الراسخ الموجود بعقول المناضلين في الجيش والقوات المسلحة وجامعة حلب وأهالي حلب الشرفاء، تمكننا نصمد هالصمود الأسطوري هذا. طول ما نحن صامدين وطول ما نحن واقفين بهالبلد فإن شاء الله النصر قريب. الحمد لله الذي شرفني باستشهاده، بفتخر ابني أنه قدمته الشهيد، وإن شاء الله يكون أنه دمه يكون نهاية الأزمة وتخلص الأزمة على خير ونرجع مثل ما كان وأفضل. جوزي الله يرحمه، يعني دائما أنا بخلد ذكرته في قلبي والوطن بخلد ذكره. منقول للشهداء الله يرحمهم وللجرحى الله يشافي جراحهم، ودائما نحن كليتنا مشروع شهادة. تكريم التي في إطار الرعاية المقدمة لأسر الشهداء صونا للأمانة التي تركوها لدى السوريين ووفاء لمن ضحوا بأرواحهم من أجل غد أفضل لبلادهم. لأخبار التلفزيون عامر عليوي، حلب. مشاهدينا، وردنا الآن احتراق صهر جي وقود على مفرق قرية جديتس على أوتستراد طرطوس بانياس. الحريق تسبب بوفاة سائقي الصهريجين وجرح عدد من المارة، إضافة إلى احتراقهما بالكامل الصهريجين، ورشات الإطفاء حضرت إلى المكان وعملت على إطفاء الحريق وإنقاذ الجرحى. أبلغنا في الساعة يوم الثلاثاء الساعة 4:05 بوجود حريق على الأسراط، حريق صهريج بنزين أدى إلى الاشتعال. فور الإبلاغ تحركت آليات فوج الأطفاء وتعاملت مع الحريق، والحريق تحت السيطرة الآن. قال
قدم الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين اليوم عرضا حول آخر التطورات السياسية والميدانية خلال لقائه وفد المغتربين السوريين في الكويت الذي يزور القطر تزامنا مع احتفالات شعبنا بذكرى تأسيس الجيش العربي السوري. وأكد سوسان أن الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري على كل خطوط المواجهة مع الإرهاب وخاصة في حلب تحمل بشارة النصر النهائي على مجموعات الإرهاب التكفيري الظلامي، وتحمل بشارة وأد المؤامرة التي تستهدف سوريا من قوى الهيمنة والغطرسة وأدواتها في تركيا والسعودية وقطر، والتي تصب في النهاية في مصلحة الكيان الصهيوني. من جانبهم عبر أعضاء الوفد عن اعتزازهم وفخرهم بالصمود الأسطوري للشعب السوري والملحم البطولية التي يسطرها بواسل الجيش العربي السوري. وخلال لقائه وفد الجالية السورية بالكويت أكد سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حصون على الدور المهم للمغتربين في المساعدة في ترميم ما دمرته الحرب الإرهابية على سوريا وإعادة الإعمار. أعضاء الوفد أكدوا استعدادهم لتقديم كل ما من شأنه تعزيز صمود جيشنا وشعبنا في معركته ضد الإرهاب. اليوم الذي أشهد في سوريا هذا الوفاء من أبنائها من خارج الوطن، كما شهدته من عدد من الأوروبيين الذين لم يكونوا من أبناء سوريا، جاءوا وبكوا حينما رأوا شعب سوريا يقدم هذه التضحيات وهذا العطاء لوطننا الحبيب. لذلك ليس عجيبا وليس غريبا أن تروا أبناء هذا الوطن يأتون من الكويت، يأتون من البلاد العربية ليقولوا هذا جيشنا وهذا شعبنا وهذا قائدنا، قدموا الأرواح وقدموا الشهداء في سبيل إعزاز هذا الوطن ووحدته وبقائه عزيزا. فما واجبنا اليوم؟ واجبهم أن يأتوا لإعادة البناء، فالوطن محتاج لكل فرد من أبنائه في وفائه ألا يكون بالكلام، إنما أن يكون بالعمل والبناء. فسوريا التي صمدت أمام 100 دولة تقول لهم تعالوا نحن حفظنا لكم الأرض والعرض، فابنوا للمستقبل وابنوا للأبناء. أقام فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حفلا فنيا في قاعة البعث بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس الجيش العربي السوري وتقديرا لتضحياته في سبيل الدفاع على الوطن. الجيش العربي السوري الذي خلد القلب والذاكرة الجمعية صورة لا تقهر، يستشرفها اليوم العالم أجمع وهو يشهد عجبا بطولاته بخوض معركته ضد الإرهاب. في الذكرى 71 لتأسيس الجيش العربي السوري، ولأن الولادة كانت ولا زالت من صميم البعثيين من أبناء الشعب السوري، شارك أبناء درعا بإحياء الاحتفالية التي نظمها بهذه المناسبة مكتب رعاية أسر الشهداء بحضور فعاليات رسمية وأهلية كبيرة. الحفل تضمن فعاليات عديدة من فقرات فنية وعروض عسكرية ومسرحية وأغاني وطنية وشعبية. نوجه رسالة لجيشنا العربي السوري وقائدنا البشار، نحن شعب إيدنا بإيد الجيش لننتصر لنحقق الشهادة أو النصر. نحن فرحانين عيد الجيش مو بس اليوم، كل يوم منحقق في نصر هو عيد للجيش وعيد لسوريا. بمناسبة عيد الجيش والله محيي الجيش وسوريا وقائد الجيش الدكتور الرئيس بشار الأسد، ونحن قمنا بعمل متواضع أتمنى يكون أعجب الجميع. تآمروا استكبارا على حقيقة لن تحجبها ظلمة الحاقدين على سوريا، أرادوها معركة لكسر الوجود السوري، لكنها سوريا باقية بهمة الجيش العربي السوري الذي أهدى السوريين انتصار الخلود. لأخبار التلفزيون صفاء الحشيش درعا. لأن عمال حلب هم البناة الحقيقيون لسوريا وعنوان نهضتها وقفة تأييد ودعم لانتصارات جيشنا الباسل ينفذها عمال حلب، وذلك بمناسبة عيد الجيش. بمناسبة عيد الجيش نفذ عمال حلب وقفة تأييد ودعم لانتصارات جيشنا البطل الذي يسطر أروع ملاحم البطولة والفداء في الدفاع عن كرامة وعزة شعبنا الأبي. والإعجازات التي سطرها الجيش العربي السوري على مدار هذه السنوات الخمس ودخلنا في السنة السادسة ستدرس في أكبر أكاديميات العلوم العسكرية، لأنه جيش لا يقهر، لأنه جيش الوطن، يجب أن نقف
خلفه ونحيي صموده. كل عام وأنتم بخير يا رجالات الجيش العربي السوري. عيد حماة الوطن، عيد حماة العرض والشرف. نحن كما قال السيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، العمال جنود حقيقيون يقفون بخندق واحد مع الجيش العربي السوري. نقف كلنا كعمال كطبقة عاملة، نحن الرديف الأول، نقول وبقوة الرديف الأول للجيش العربي السوري. وقفة تضامنية مع جيشنا بانتصاراته، ونفتخر بانتصاراته وتحرير كافة مناطق حلب من الإرهابيين. وشكرا لكل جندي وقف وقاتل ودافع عن سوريا بشكل عام وعن حلب بشكل خاص. الله محيي الجيش، والاحتفال كان يوم كثير عظيم وفرحة كبيرة للكل للجميع. والله ينصر سوريا، والله يحمي رئيسنا بشار الأسد. عمال حلب البناة الحقيقيون لسوريا، وعنوان نهضتها أكد استمرارهم في الوقوف صفا واحدا مع الجيش العربي السوري في الدفاع عن الوطن لتطهير أرضه من رجس الإرهاب. لإخبار التلفزيون سائدة الجمال، حلب. بمشاركة فعاليات شعبية وحزبية أقامت محافظة طرطوس مساء أمس حفل استقبال لستة من المختطفين الذين تم تحريرهم الأسبوع الماضي من أحد معتقلات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في بلدة صيدا بريف درعا. وتحدث المختطفون عن معاناتهم خلال فترة الاختطاف وصمودهم في وجه الإرهابيين وممارساتهم الإجرامية وتمسكهم بعقيدة الجيش العربي السوري وثقتهم بالتحرر والعودة إلى المشاركة في الحرب على الإرهاب التكفيري ودحره عن أرض الوطن. وكانت وحدة من الجيش والقوات المسلحة تمكنت من خلال عملية نوعية في 26 من الشهر الماضي من تحرير 14 مخطوفا من أحد معتقلات تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي في بلدة صيدا شرق مدينة درعا بنحو 10 كيلومترات.